عليك الصلاه والسلام على المرسلين بعد جمهور الاعزاء. ما تخليش نقول لكم حتى دير اشتراك وكذا، الله يستركم دنيا واخره. اقول في مقطع قصيده بعنوان توأم روحي انت، هي لوحة فنية جميلة ترسم قلب وكياني، محبوبة أنا طيفك يسحرني ويولد في مشاعر الدفء، ونظرتك أسهم نحو قلبي يلفظ حبا وحنانا، ابتسامتك يمامة بيضاء تشدني وتأخذني إلى عالم الأحلام. وجدت في قصر النعيم وكأنك سلطانة الخليل ولا سلطان إلا رب العالمين، تحضر بك وكيف أخلص حور العين، ومن أجل فتنتك اخضرت الأشجار وأطعمت الثمار وتفتحت الزهور والورود، وغنت العصافير والبلابل والطيور، ورسم قلبي وكتب حبا وغرام على شوال وعزقة وجدران. محبوبتي أنا تشبه الملائكة الذهبية الخالصة واللؤلؤ والمرجان، لمعت أنا وأنا عاشق للجواهر الخالصة. أنا فقير الحال ولا أملك الغنى، وأنت تسكنين جوارحي وتتربعين في قلبي، ومتيم بحبك أنا، والقدر قد يبعدني أو يقربني، ولكن اسمي يشق للأبد مرسوم قلبي هنا لأنك أنت توأم روحي. اعلمي شيئا يا محبوبتي بأن حبك أصبح في نهر الذوبان، ويبقى لحن الشعور، ويبقى حبك فوق جناح الطيور، ويبقى هواك في عالمي وعالم الخيال. أقول في مقطع القصيدة بعنوان اخترق قلبي كما شئت يا مولاتي، أحبك كل كلامي، أحبك حتى يجف حبر أقلامي، أحبك ولقد فقدت جميع أحلامي. ملكة الشيماء، أنت جرم أو نجمة سقطت من السماء، أحببتك ولقد كنت لي كل نساء، أقول حقا أدمنتك ليس هذا افتراء، شجر الطعين أنا وأنت لي ألحى، أفهم كل كلمات لها واقع علي ولو كانت إمام، أحبك حقا وليس لحبك وعاء، كان حبك فجرا بعد ليالي الحياة السوداء. آخر كلامي أقول لكم لا تستناوا، أقول لكم اشتراك، الله يستركم دنيا واخر. وهذه مهدية إلى المدير تاعي نجتي الهادي مديري أنا، أحبكم يا أصدقاء، سلام.